الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود في لحظات التتويج وتتويج جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري بالدوحة والفوز أيضا بسيف الرئيس. كذلك ترحيبنا أيضا مع لحظات الختام بسعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني رئيس اللجنة المنظمة لسباقات الهجن بدولة قطر في هذه اللحظة الجميلة في هذا الانتصار الكبير في هذه اللحظات. الدوحة صاحبة السيوف الثلاثة تضيف أيضا إنجاز آخر إلى إنجازاتها في هذا الموسم وتسجل إنجازا متميزا هنا بالفعل. الكل فرح والكل افتخر بهذا السيف الغالي سيف الرئيس حفظه الله السيف النفيس والغالي في هذه الأمسية المميزة. الشوط الثاني وكان خاصا أيضا بالزمول وأيضا سيف آخر في هذه الإثارة حضرت هنا وطار إلى الدوحة كذلك عبد الله بن مبارك الخليفي بفوز شمشون في هذه الانطلاقة المسائية المميزة تحقيق انتصار وتسلم هذا السيف الغالي هنا من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود هنا في هذه اللحظة وفي هذا المكان. أيضا هناك الاعتزال لشمشون والذي تم أيضا في هذا المساء بعد تحقيقه إنجازات السيوف. الشوط الثالث كان خاصا أيضا بالحول المحليات وذهب مع حشيمه لسعيد بن محمد بن دري المنصوري الذي يتسلم أيضا هذه الخنجر تعبيرا عن انتصار وزهو بناموس هذا المساء المميز. مساء بالفعل احتفل فيه الجميع مع هذه الانطلاقة. الشوط الرابع كان خاصة أيضا بزمول المحليات وذهب إلى شاهين مبارك بن محمد بن سالمين العامري الذي تفوق هنا وأعلن اعتزال شاهين أيضا في هذه الأمسية تكريما لهذا النوع الممتاز تكريما لهذه اللحظات المميزة. هنا أيضا تسلم الخنجر الخاصة بشاهين من خلال هذه الأمسية الجميلة الأمسية التي تشرف الجميع. صالح بن محمد بن سالمين العامري يتسلم أيضا هذا الخنجر وأبناء محمد بن سالمين العامري أيضا يتسلمون هذه الخنجر فرحا وانتصارا مع هذه اللحظات اللقطات المميزة التي تعلن أن الكل فرح بهذا الانتصار بهذا الفوز بهذا التفوق في هذه الأمسية. ثم كانت أيضا هنا أشواطي هذا الميدان المميز ميدان الوثبة عاصمة الميادين الهدية الخاصة أيضا بكل المنتجين والذي أعلن أيضا تواجد هذه الكأس لأول مرة هنا في منافسات ختام الوثبة كأس خاصة بالمنتجين للحول من خلال هذه المنافسة. والعملاق العيناوي يسجل أيضا انتصارا دائما كعادته من خلال تواجد الجميع في هذه اللحظة وفي هذا المكان. مظفر بن محمد العامري وأنجاله هنا يحتفلون أيضا بهذا الفوز ويحتفلون بهذه الكأس أيضا بوجود سالم بصغير العويسي الذي قاد أيضا زعفرانه إلى خط النهاية. نبارك للجميع. الشوط الأخير شوط خاص أيضا بالزمول وهو خاص بالإنتاج في هذه الأمسية ذهب إلى زعفران محمد بن علي بن غصنه العامري الذي تفوق أيضا في هذه اللحظات وأكد أنه يحتفل مع الجميع أيضا بهذا الانتصار المميز. إذا كل هنا احتفل والعملاق العيناوي لا زال يحتفل إذا بهذا الانتاج فخورا بهذه النوعيات المتميزة التي انطلقت وسجلت هذا الحضور المتميز في هذا الميدان عاصمة ميادين السباقات. آخر الرموز كان خاصا
بالزمولة الخاصة بالإنتاج والشداد يذهب إلى زعفران محمد بن علي بن غصنة العامري في تتويج أيضا مع ختام هذه اللحظات، ختام هذه المنافسات، ختام هذه التحديات على أرضية هذا الميدان. وأيضا ماركو زعفران محمد علي بن غصنة العامري يتسلم أيضا هذا الشداد مع أبنائه. الكل فرح، انتصار الوثمة غير، هذا الموسم غير، هذه المنافسة غير، الكل ينتظر مشهدنا الأخير، مشهد بالفعل دار على مدار هذه الأيام، أكد أن كل يوم يأتي بجديد في هذا الميدان عاصمة ميادين سباقات من خلال منافسة. أهلا بضيوفنا.